في هذا الجسم المحاضرة حنقدم في ماثماتيكا كوندكشن أو بالعربي يسمونه الاستقراء الرياضي. المحاضرة الماضية كانت عن المتتاليات عن السيكونسز، وشفنا كيف إنه طريقة إثبات أي تعميم بنحاول نعمله، أي تفصيل بنحاول نعملها في السيكونسز بدها نوع خاص من الإثبات. فهي طريقة إثبات رياضي، وعلى فكرة طريقة تفكير كمان. فبرجو لكم تفكروا عليكم معي، مش بس كمان هيك رياضيات، لأن في منهجية تفكير. هذا الماثماتيكا اندكشن هو مش قديم بالمناسبة، زي الطرق الإثبات الأخرى اللي درسناها في الماثماتيكس، هي طريقة إلى حد ما حديثة. تعرفوا هاي الطرق الإثبات اللي درسناها الألجبريك واليوزنج إليمنت أرجيومنت إلى آخره، هاي طرق قديمة جدا يعني آلاف السنين مرات عمرها. على عكس ما بيقول الكتاب، على عكس ما بيحكي الكتاب، أول واحد عمل ماثماتيكال اندكشن اسمه ايش؟ الكراجي في سنة تقريبا 1900 في كتاب لديه اسمه الفخر، اسمه الفخر. وكان يحاول يعمل إثبات لماثماتيكال سيكونس. طبعا بتكون ايش؟ والاستابليش هاي المنهجيه زي ما احنا قاعدين ندرس فيها اليوم. بس هي كانت اول محاوله. طبعا الكتاب اتوقع بيحكي انها بال 1750 او شيء زي هيك، هاي اول واحد استعملها بروفيسور ايطالي. بس لا، ضمن الريفرنسز اللي عندي نوع هي اثبتت او استعملت من حدا من اصل على فكره ايراني. هلا دماغ بتعرفوا صاحبكم ديموركن، كثير تدرسوا له في الماده قوانين. هلا هو اللي عملها يعني خلينا نقول وثق وحط قواعد اسلوب الاثبات الماثماتيكال اندكشن. الماثماتيكال اندكشن بكل بساطه اذا نزلنا الحجر هذا شو بصير؟ بوقع كله. طيب اثبتي لي انه اذا بدز هذا الحجر بوقع كله. اللي بعده حينزل اللي بعده، واللي بعده حينزل اللي بعده، واللي بعده حينزل اللي بعده، ده يصلي فيه. نعم، احنا معناته طريقة الإثبات يعني ممكن إف كيس الدومينو، يعني أي واحد ممكن يعني هاي مثلا 1 2 3 4 كي، وهي كي بلس 1 مكمل إذا بندس 1 هون سر يعني جوهر عملية بهذه الطريقة. وإذا أنا بدفع هذا الحجر بكيف دومينو فيز باك وور إت بوشز بكيف بلس 1 دومينو باك وور أولسو. فهي لما عندي متتالي وبدي أثبت إنها متتالي هاي بتشتغل، فأنا بقول أوكي بثبت أول وحدة، بثبت إنه أول وحدة تأثرت ماشي؟ يعني عشان أثبت إنه كلهم بيوقعوا، فأنا بقول إثبت أول وحدة، وبعدين اختار أي واحد من هذول الأحجار بغض النظر جزء يكون رقم 2 جزء يكون إن ماينس 1 أي واحد يعني قبل الأخير أي واحد من هذول بختار حالي من كبارتيكولر بارتيكولرلي تشوزن كيس نسميها كي انه اذا دزيتها حتى نقول افترض انها وقعتها مدزه لبعدها بدي اعرف هون بس انا بدي اعرف فخلص. طيب هاي عندنا مثال، لو عندي ارقام فوق اتجاز ارقام اكبر او تساوي 8 بتحصل على قيمة فلوس، قيمة أقل عدد فيها 8 بقدر أحصل عليها
من اذا بصمم قطع معدنيه واحد ثلاثة واحد خمسة ممكن هاي من الداء يعني من قطعتين مديات ثلاثة وخمسة بقدر احصل على اي رقم بالديان يعني بيكون اكبر من ثمانية وهذا هذا فرج عليها ثمانية من ايش من محصلها؟ من ثلاثة وخمسة والتسعة ثلاثة ثلاثة والعشرة خمستين والحداش ثلاثتين وخمسة واثناش أربعة أربعة ثلاثة والثلاثاش خمستين وثلاثة مهم مجرد فبكون يكون وقول الانتزاز إن أكبر ما بيساوي واحد بي إن على شيء بي إن هاي الجمعة هاي بي إن is it true? Where? P-in is the sentence. In sense can be obtained using 3 or 5 words. هلا P-in P-in هلا الجملة اللي احنا نحاول نثبتها نسميناها ايش؟ P-in الان هو الرقم اللي انا بدي اوصله من 3 و 5 فالجملة بتقول إنه إن أي رقم بقدر أحصل عليه من ثلاثة وخمسة فهذا الإن هلا أعطيه لبي الإن بدخل على بي بيطلع لي كم ترجع لي البي كم ثلاثة وخمسة لازم أنا أقدر أستعمل هلا هاي كيف بدنا نثبت جملة بهاي الطريقة كيف بدنا نثبت هاي الجملة كيف بدنا نثبت هذه الجملة كيف نقدر نسويها الجبري لأنه هاي إن يعني أي رقم ما حدش يصير خلاص معلش هلا الأسلوب الماثماتيكال الاندكشن عشان نثبت جملة زي هذا عشان نثبت جملة زي هذا أسلوب في منهجي خلينا نقول لا طرق إثبات لا إثبات للماثماتيكال الاندكشن هاي المنهجية يعني بتتلخص زي منهجية إنه proving a statement by mathematical induction as a two steps واحدة أول ستيب بنسميها البيسك ستيب والثاني بنسميها اندكتيف ستيب هون بصير عملية الاستقراء الاندكتيف اللي أول شيء كونسيدر يعني بس هذا التعريف خلينا نقراه مع بعض وبعدين بنشوف مثال عليها أو أمثلة حنحل أمثلة كثيرة كونسيدر ستيتمنت أوف ذا فور عندك ستيتمنت مثلا فور أول انتزاز إن أكبر أو تساوي A A probability P is true. P in أعطيتكم أنا مثال عليها اللي هي جملة زي مثلا هاي الجملة N since can be obtained using 3 or 5 words. To prove such a statement, عشان تثبت جملة اللي هي P, perform the following steps. أول step شو هي؟ البيسس step. اللي هي شو بتقول show that P A is true. شو P A؟ شو هي A؟ أول واحد أول واحد يعني هاي الحالة أول واحد في الدومين هون أول واحد شيء ثمانية ف يعني اثبت لي إنها أول واحد ترو إنها وقعت بعدين هاي نسميها كنا البيسس هلا الاندكتيف ستيب بتكون Show that for all integers k أكبر أو تساوي أي واحدة يعني افترض خذ arbitrary choosing k وهذا الk بيكون أكبر أو يساوي a
نقول اذا بي كي اشتغل معناته بي كي زائد واحد اشتغل. هذا هو اللي احنا بدنا نثبته. بدنا نقول شو بدنا نثبته؟ انه اذا بي كي كانت ترو بي كي زائد واحد زائد. هاي عشان نثبتها شو بنساوي؟ طبعا من شو بدنا نقول؟ اخذنا في السابق قلنا اذا بدنا نثبت، لا معلش عندي، اذا بدنا نثبت انه انه اذا اف something then something شو بنقول؟ سبوز انه هاي ترو، سبوز ذات بي كيس ترو وير كيس اني particular but arbitrarily chosen integer هل then عفكرة هاي بنسميها سبوز، هاي بنسموها inductive hypothesis ما بدكم مش تتحركوا تسالفوا تخربشوا هل then show ظل عليك اخر اشي show انه بي كي زائد واحد اسم ناخذ مثال هاي المثال هو طبعا نحل هلا غيره نحل غيره for all integers ان اكبر او تساوي واحد زي ما قلنا ان since can be obtained using ثلاثه قوس هات نشوف كيف اثبتها بالماثماتيكال اندكشن شو طلع شو كانت المنهجيه يعني انا تو ستيبس مظبوط اول شيء نعرف شو الستيب بعدين نحط الستيبس ليه البروبابيلتي اللي هي بنثبت شو هي بنثبتها نثبت البروبابيلتي بي ان بي هاي الجمله يعني بمعنى اخر يعني كل ما نفكر كل ما نبلش في ستيب واحد وستيب اثنين عملية شو سوينا اللي نثبته قلنا وين البي ان في نحدد الجملة اللي بدنا نثبتها. نحدد الجملة اللي بدنا نثبتها. فهون صارت بي ان. هلا هاتوا نبلش. هلا شو أول ستيب؟ شو ذا بي الثمانية يا زلمة. ولد هاي سهلة. كيف بقدر أنا أوجدهم بي الثمانية يا زلمة؟ شو ترو هون؟ إني بقدر أحصل عليها من ثلاثة لخمسة. ولا وصلنا بي الثمانية إذا ترو بإنه بقدر أحصل عليها من ثلاثة زائد الخمسة هاي البيس سيستم طبعا عشان أثبت البي إن بعد شو البيس سيستم أول واحد الشيء أول واحد إيه؟ الثمانية الثمانية إنه بي الثمانية وارجعك خلص كله نقدر نوصل عليها من ثلاثة طيب ستيب الثانية شو ذا فور اول انتجرز كي اكبر او تساوي 8 كي اكبر او تساوي 8 اكبر كي اكبر من اخذ كي بارتيكولار بارتيكولار اللي تشوزن المهم اكبر او يساوي 8 نعرف شو اي واحد بس اكبر او يساوي 8 اذا بي كي بي كي اشتغل ذن بي كي زائد واحد show that for all integers k اكبر او تساوي 8 if b k b k is true then b k زائد 1 is also true هلا شو كنا هون نساوي؟ الاندكتيف ستيب الاندكتيف هايبوثيسيس سبوز انه هاي سبوز انها هاي true we need to show انه هاي از ترو طيب سبوز ذات بي كي از ترو فور ا بارتيكولار دائما هاي على فكره دائما مش تحفظوها بصل فهم بس ضلوا بيسالوني عنها ليش بنسميها بارتيكولار بات ارتيكولار تشوزن انه الكي اللي بناخذها لازم تمثل اي عنصر عشوائي عشوائي بس عنصر that is هذا معناته suppose in that case كان الانتجار أكبر أو
يساوي 8 صفحة K since can be obtained with 53 points. هلا هاي السبوز لحد هنا. هلا هلا we must show that BK is true. يعني BK زائد واحد can be obtained using 53. عرفت؟ لحد هون لحد هون وطالع أي سؤال بيجي نكتب بالماثماتيكال اندكشن ستاندرد ستاندرد في شيء شغال ها بس دربوا حالكم على الماثماتيكال اندكشن كلكم مش تبصموه بس دربوا حالكم إنه هاي هيك أي شيء بدك تكتب بالماثماتيكال اندكشن ها كل هذا الكلام باستثناء هاي الناحية باستثناء هاي كله ايش؟ ستاندرد لكن نفس الشيء بنكرر فيه كل يوم هلا ندخل نشوف هلا عاد هون جوا هاي حاله خاصه هاي للسؤال ها هاي يعني بتغير عليك السؤال غير هان هاي انت شطارتك واضح وكانه هذا اسلوب الحل او منهجيه الاثبات وبس هون احنا اللي بسميها انا فكره الاثبات مش منهجيه اوكي هذا نشوف فكره الاثبات شو كانت هو there is وين غطيها يلا اقراوا غلطي بس انا بعطيني الحال الفكره انا بعطيني الفكره شو صار هون انا بعطيني فكره الاثبات معكم هلا اذا ترى هلا احنا اول شيء بدنا نعرف انهم ثلاثه انهم ثمانيه وفوق معي بنعرف انهم ثمانيه وفوق هلا اذا كان عندي يعني اول شيء كان عندي ثمانيه وفوق معناته عندي ثلاثه وعندي خمسه هلا اي رقم بالمناسبه وين او اكثر اي رقم كان اذا كان في ثلاث في قطع الماديه ثلاثة أنا تضيفه كديش؟ تضيفه كديش؟ واحد أول إشي دائما بيكون فيه على الأقل كديش؟ ثلاثتين أو خمستين؟ أو خمستين؟ أو مش أو ممكن يكون بس
في ثلاثة أبعاد. وهم هاي الحالة and replace them by 2.5. كيف ثلاثة وثنتين؟ من هاد المهندس أول واحد هذا بس لل شايف ما حليتوش على اللوحة أنا عاطف إيه هذا بس عشان تحمي لا 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 طبعا خلينا نرجع على ماثماتيكا الاندكشن ماثماتيكا الاندكشن انتبهوا معي ماثماتيكا الاندكشن ستاندرد يعني مش هي اللي يعني عادة أسهل معنى نوصف ماثماتيكا الاندكشن لأنه هاي ستاندرد بصفي الفكرة هون إلزاق المسألة باتنا لأشياء كثير صغيرة أنا ونكمل نقول thus in either cases k زائد واحد since can be obtained using ثلاثة خمسة كوز as was to be shown كل هاي الكتاب لما بعطيك سؤال بدك كلها تكتبها انتبه لأنه إحنا أنا مش بدربك بهذه المادة على أفكار إثباتات أنا بدربك على منهجية الإثبات صح؟ إذا كانت الحل تاعنا غلط بس الطريقة اللي إحنا عارفينها صح يعني عادة نقول لك حلك غلط بس طريقتك صح؟ طيب على لا بديش تجي في الامتحانات هلا أكيد طبعا أكيد مظبوط يعني حله غلط وطريقته صح أكيد مش صفر نص العلاقة صح؟ نعرف إيش هلا طيب هاتوا نتفلسف هاتوا نتفلسف بك يا هو عشان اطوليش انا طبعا شباب عشان اطوليش على اللوح بكتبش انا كل النص بس ايش هنا شي هي الجمله شي هي بي ان شي هي بي ان هلا فور اول انتجرز ان اكبر او تساوي واحد واحد زائد اثنين زائد ثلاثه زائد ذلك بتساوي n في n زائد واحد على واحد. على اثنين. فشو أنا بقول إن شو بتساوي؟ هي عملية هاي اللي هي n في واحد زائد واثنين زائد زائد n يساوي n في n ما زائد واحد على اثنين هاي هي ايش البي مزبوط شو البيس ستيب بيس ستيب من جوا show that p ال n تساوي سوري بي واحد شو بتساوي؟ Is it true? Is true. طيب المجموع هون قديش؟ بين واحد هو هل يساوي واحد في واحد زائد واحد على اثنين؟ هو يس استاذ دائما بناخذ رقم هيك يعني اول شيء كيف؟ دائما بناخذ رقم من الموجود عندنا مش هذا مش رقم هذا اول رقم طيب يعني ما كان الرقم الثاني خطا نبلش بس اول واحد طيب والثاني كيف هسه هلا بلشوا هذا اللي بدك ماشي ها الاندكتيف ستيب اندكتيف ستيب شو بتقول نعم وي نيد تو شو that B ال K is true sorry we need to show that if B K is true then B K زائد واحد is true where K K is a particular but arbitrarily chosen integer أكبر أو تساوي K أكبر أو تساوي 1 صح؟ هلا
suppose or to show this before, suppose انه b ال k is معها true مظبوط ها we need to show then we need to show that so that b ال k زائد واحد is also true استمر طبعا ها هلا عاد خليني امحى عشان لو مزعج خليني امحى وابلش ايش اورجينا اورجي انه لما بي كي زائد واحد از ترو لما بي كي از ترو بي كي زائد واحد از اوسو هلا بي الكي شو بتساوي؟ بتساوي كي بي كي شو بتساوي؟ كي في كي زائد واحد على مي طيب هلا بي الكي زائد واحد شو بتساوي؟ بي كي زائد واحد حطوا على الكي كي زائد واحد في كي زائد واحد زائد واحد كي زائد اثنين على ها؟ طيب هلا تروا هلا اذا هاي هو هاي معناته انا بقدر استعمل هاي عشان انها هاي توصل لا هذا بسطها هاي شو بتساوي؟ اثنين ثلاث انا بحل اشكال برد عليكم زائد ثلاث اه مظبوطه هيك؟ نحسب على الحد اللي بعده هل بتزبط؟ هل بتزبط؟
شو يعني في 3 زائد 1 يعني 4 يعني بتطلع 4 في 25 على 2 10 صح؟ مضبوطة؟ هذا طبعا هذا فيما لو كي 3 1 فأنا شو سويت؟ شو سويت أنا هون؟ حسبت مش هاي طلعت لحد هون طلعت مجموعة 6 لحد هون طلعت مجموعة 10 مين نفس الشيء مجموعة شو سويت أنا؟ إنه بي كي يعني اللي عندي الثلاث زائد الحد اللي بعده هي نفسها بي كي زائد هي نفسها بي كي زائد 1 صح؟ هلا طلع علي بس وقت انه ها بدي احسبها انها ايكوال مع هاي ولا لا؟ هيك اثبتنا ولا صح؟ صح؟ وحد المقامات يلا ها ساعدوني طيب عليها واحد يلا مو جاي يساعدني نعم هاي شو بتساوي نفسها؟ كيف تربية زائد كيف؟ هاي بتساوي؟ كي انا تربيع زائد كي على 2 كي على 2 واحد المقامات زائد كي زائد شو اعتبر الفتحه على مسار زائد كي زائد 2 2 كي على 2 على 2 على 2 كيف سويتوا هذا؟ حلو كي في كي تربيع زائد كي صح؟ زائد كي زائد 1 معلش انا بدي اطولها شوي زائد 2 كي زائد 1 مضبوط؟ هلا عشان نجمعهم بدي واحد من كمان بدي اضرب هاي في 2 على 2 صح؟ اضربها في 2 على 2 مضبوط عشان واحد هنا؟ فشو صار؟ كي تربيع زائد كي في زائد 2 كي زائد 2 على 2 صح؟ شو ها؟ شو ها؟ سوري هاي تربيع وهاي بجمعها معها عشان يصير ثلاث زبطت ولا ما زبطت؟ هاي فكرة الحل طبعا بدك تكمل و this is not to be shown ولا ليه؟ ها؟ مفهوم الشيء اللي مثلا ذكر عندك شيء؟ طيب شو هذا اللي عملناه يعني؟ اوكي نعم على فكرة سؤال لو سألت كم واحد فيكم معلش بدي احكوا عليه مش عشان نعم نراجع فلسفة الفكرة نراجع فلسفة الفكرة هلا فلسفة الفكرة شو هي؟ تركت انا ما عشان الكاميرا في تزيين مش منيحة يعني لا بس صوتوا مش حلو هل انتبهوا معي شو اللي سووا؟ هلا انا عندي اشي عندي متتالي وبدي انا اثبتها متتالي وبدي اثبتها قلت انا اوكي اول ما اثبت اول واحد وبثبت اول واحد وبثبت اي عنصر بالنص انه بيثبت يعني بثبت اول واحد بتطلع هل هاي الجمله ترو ولا لا تزبط معك حتى جربنا على روحها تزبط بعدين اخذنا كي كلنا خذنا عنصر من هون بنقول اذا واحد زبط اللي بعده بيثبت إذا واحد وقع إذا كي وقع بده منه كي زائد واحد بده صح؟ صح هلا فعملنا قلنا أوكي أخذنا كي كنا كي نحسب للبي كي هلا بنفترض إنها ترو؟ أستاذ أنت حكيت نفترض يعني يمكن نعم 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 شرحتها هي منه أشرحتها بعد في أثناء